السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة الأميرة الدستورية. اليوم عندي مقطع جديد، فيديو جديد. بس قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلون جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل شيء جديد وتشتركون بالقناة. يلا راح نبدأ. أنتم شوفوني إيش أسوي، أنتم طبقوا هذا، أنتم منكم ما أدري، أنتم بس طبقوها. أدخل أول تيمز، يلا بسم الله. هذا بعد ما دخلت التيم اضغطوا ثلاث اللي جنب التقويم، يعني ثلاث كذا. بعدين اضغطوا الاعدادات، بعد ما ضغطوا الاعدادات اضغطوا نصب داكن كذا. بعدين يقول سيلزمك اعادة تشغيل التسويق لتبديل النسخ، اضغطوا اعادة التشغيل. بعد ما ضغطوا اعادة التشغيل راح يظهر لكم اسود. اذا انتم حتى الددشة راح تكون سادة، كل شيء راح يكون اسود. فبعدين تدخلون اعلامات اذا انتم شو اسمه تبون مايك مسكر اضغطوا كتم الصوت. بعدين خلاص اذا دخلتوا المنصة طبعا راح يكون بس الصوت مكتوم وبس. ان شاء الله عجبكم الفيديو، باي.